والله يا مرت عمي انت هيك عم تظلميني كثير. وينك؟ بكون عم بظلم حالي واظلم اولادي اذا بخليكي بهذا البيت. والله العظيم ما دخلني ما دخلني. يلا يلا روحي انقلي على بيت اهلي، حاجه واقفه بوشي. يلا حسبنا الله ونعم الوكيل. قلعتي يا مو؟ ايه قلعتها يا مو، لكان بدك ياني خلي عندي هون بالبيت وحده مأمله. بس يا مو الأمن مرض مثل مثل غيره، يعني من نظفها بالطيب بيمشي الحال. حتى لو نظفت حالها هلا ما رح يمشي الحال. لا لا ليش بقى؟ لأنه هاي وحدة وخايمية، وإذا نطفت من الأمل هلا أكيد رح يرجع لها مرة تانية، وما بتعرف شو رح تجيب لنا مصايب بوخامتها. والله كلامك على عيني وعلى راسي، بس هاي الحلوة مالها عندي أسبوع، يعني ما بعد إشكال وخمة أو لا. لك إن بينة مثل عين الشمس، ما في اثنين بيختلفوا عليها. لك بعدين لك ابني بحياتك سمعت انه وحدة بتجي لبيت حماها وهي مأملة؟ والله يا مو يعني ما في حدا ما أمل، انا بالكتاب أملت اربع مرات وهلأ عم حكني راسي. وليها لعيونك الهي ليكون عادتك بالأمل هالمأملة. عادتني وانا عادت كل الشغيلة. وليها لقامتك ان شاء الله. روح يا مو روح، حط على راسك زيت كاز وتحمم، تحرك من وشي. شوفي لي انا يمكن جرحت حالي. ورجيني لشوف. شوفي. ايه والله انجرحتي. وينك؟ رح اجيب لك شويه بن مشان تحطيهم على الجرح مشان يوقف الدم. ايه دخيلك. ليكون انا الثانيه املت راسي عم يحكني. ايوه ايوه جاي. ايوه اهلا انتو امرين. مرحبا يا مو. اهلا وسهلا. اهلا يا روحي. اهلا حبيبتي، شلونك يا مو؟ اشتقت لك كثير. وانا كمان يا مو. ليش جايبه بقشتك معك تو امريني؟ لانه حماتي الله يصلحها قلعتني. ايه المقوصه، ليش قلعتك؟ قال لي اني مأمله وخاف اني اعديهم. ليش انت مأمله يا مو؟ اي والله يا امي مأمله. ايه ولي علامتي على هالسمعة ان شاء الله؟ وشلون مقوصيني شلون؟ ما بعرف ما بعرف. روحي لكان قدامي، روحي خليني انقعلك شعرك بزيت كاز. ايه يلا. لك شو يلا؟ اوعك ها؟ اوعك تحطي اوعيكي مع اوعينا بغسلهم لحالهم، اوعك روحي روحي من يلا. يلا. لك يا امين اهلين وسهلين ام سعيد، تفضلي تفضلي. لا 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 حبيبتي ما بدي اتفضل. وليش بقى؟ جاية ودي لك زبديكي وخلصنا. وانت ما بدك تاخذي زبديكي يعني؟ لا لا خليهم عندك خليهم عندك ما بدي اياهم. لك شو قصتك؟ انك ما بدك تفوتي لعندي ها؟ اي مزبوط ما بدي فوت مشان ما تعدوني بالامل مثل ما عادت بنتك بيت حماها. سكي. الله يوفقك على الحكي، نحن مأملين الله يسامحك، لما تجي لعندي وليه؟ بالناقص يا مأملين. روحي. مأملين منين الامل بده يجي؟ لك الله لا يوفق بيت حماكي على هالعمله اللي عملوها فينا، فاطحيننا بكل الحاره، قال شو نحن مأملين ووسخين ومدري شو؟ هي ما في غيرها حماتي. والله يسامحها. لك الله لا يسامحني اذا بهنيها، لك حاجه تحكي بعت لك حكي ان شاء الله. لك يا امي ما عم بقدر ما عم بقدر. خبيتك انك عديتيني. عم فهمك تبعدي عني ها؟ بعدي عني. لك روحي عني. لك انت زودتيها كثير بدي وقفك عند حدك. اي فجرتي بنص عينك، روحوا نطفوا حالكم من الامل يا مأمله يا مأنشحه انت وبنتك قبل ما تهجمي على بيوت الناس. اي والله بنتي ما صارت مأمله وأنشحه الا لما سكنت ببيتكم هذا الوسخ. لا حبيبتي غلطانه غلطانه. لك بعدي عني. صار بدك تعملي بعدي عني. بعدي عنا هيك بعدي بعدي عنا ان شاء الله. الله يكسر ايديكي. تعالى راسك حطي جاي معي الحكيم. جاي الحكيم يلا. تفضل حكيم تفضل. يلا. اخ ايدي اخ. لك كذابه حالتك كذب وبرابيك. يلا قومي قومي لشوف. كسروا لي ايدي يلا لا يوقف. حللنا يا حكيم حللنا اياها. بسيطه بسيطه بدي اياها لشوف بدي اياها لشوف. لا لا قومي قومي. هون عم تجي بسيطة 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 بسيطة. هي مردودة رد. هلا بنلف لها اياها ان شاء الله بالطيب. يلا لف لها يا حكيم. ما بدي منكم شيء، ما تلفوا لي شيء، انا بورجيكم. وين المريضة اللي جبتني مشانها؟ ليك عليك عم سطحها هون. خير ان شاء الله. يا رب. يا اختي. يا اختي. يا اختي ركزي معي شوي. شو اللي عم يجعك؟ راسها حكيم راسها. راسها خير. مش شو عم يجعك راسها؟ من الحك. من الحك.
وليش عم تحكي؟ مأملة. مأملة؟ صار لك زمان هيك بهالحالة؟ صار لها يومين حكيم. يومين؟ ومش عم تحكي؟ مجروحة حكيم، مجروحة. ايوه، هذا وجع راسها من هذا الجرح اكيد، هلا بكتب لها دواء وان شاء الله بتطيب، لا تركي هم. ليا يا مو، ليا حكيم، عن اذنك بس افتح الباب. خذ راحتك. يا مو، قال الكركون بده ايانا. يا مو، والله ما كان في داعي تكبري القصة وتوصليها للكركون. لك شلون ما كان في داعي يعني؟ بعد ما فضحونا بالحارة. لك موت موت واعرف شلون عملت. هلا انت اخر مرة طلعتي فيها من عندي من البيت وتحممتي تتذكري؟ مشطت لك شعراتك، كان مثل الفلة، لك صيبانة ما كان فيه. شو قصدك؟ بيت حماي هن اللي عدوني؟ والله ما بعرف. لك يا بنتي، بدي تتذكري لي منيح، ايمتى حسيتي انه راسك عم ياكلك؟ ايه تذكرت. أول ما خلصت لي الماشطة بلش يحكني شعري. أيوة، إيه معناها ما في غيرها. مين هي؟ امشي امشي معي تقبريني، هلا على الطريق بحكي لك، امشي تعي. امشي. يا مو، عندك ضيوف تعالي سلمي عليهم. ولك أنتو شو جابكن لعندي؟ آه؟ جايين لحتى نثبت براءتنا من التهمة الزوري اللي اتهمتونا اياها يا مفتريين. لا حبيبتي، ما رح تحسنوا تثبتوا شيء، لانه اهل الحاره كلهم صاروا يعرفوا انه انت وبنتك المأملين جبتوا الامل للحاره. ايه مو مشكله، الحقيقه رح يعرفوها من الماشطه اللي جبت لك اياها. ما فهمت عليك يا مرت عمي، شو قصدك؟ الماشطه فوزيه رح تحكي لك كل شيء. احكي احكي فوزيه. احكي لنا لشوف. من ثلاث جمع اجت امك لعندي طلبت مني اجي مشط كنتها يوم العرس. انا اعتذرت منها وقلت لها انه في وحده مأمله اجت لعندي. نحن بصراحه نظفنا الغراض اللي بعدها بس يمكن ما نطفوا بنوب. قامت امك قالت لي انه ابني رح يدفع لك نص الاجره بس. انا بصراحه كنت ما بدي اجي ولا بدي مشط العروس، بس قالت لي انه ابني ما معه مصاري، وقالت لي كمان إذا صار الأمر نحن مندبر حالنا. كذابة كذابة أنت. لا مالي كذابة، الله وكيلك هذا يلي صار. هيك يا مو، على أساس هي أحسن ماشطة بالبلد وبتاخد ثلاثة تبال باقي الماشطات تطلع عاملة هيك معاها؟ الله يسامحك يا مو، سويتي وشي قدام الخلايا. رأيي أبداً.